السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة كالكمة، جينا نصور لكم ارض مساحتها 10,000 متر مربع تقريبا، تبعد عن مركز طرابزون او عن طريق الساحل تقريبا 12 كيلو، يعني مسافة نص ساعة تقريبا وتكونوا في الارض. طبعا الارض تقدر تبنوا فيها مشاريع مثل فلل او اكواخ، يعني تجارية استثمارية. بنحط لكم تصوير للدرون وتشوفوا معانا مساحة الأرض ومنطقة الأرض، ونصور لكم الآن الأرض من الجهة الثانية. طبعا في طريق مركزي جديد حيمر من عند الأرض، طريق رئيسي الآن، الطريق الرئيسي حيمر من عند الأرض.